لطالما عرفت المرأة السورية بذكائها وقوتها لتدخل مجال العمل والسوق الاقتصادية بأعمال يدوية مستوحاة من جمال وعناصر الطبيعة. افتتح بازار بكرة أحلى على أرض مدينة الشباب في دمشق بهمم ثلة من السيدات العاملات. شغلي عبارة كله عن هاند ميد، شغل إيدي بأفكار بسيطة لندعم الاقتصاد الوطني ونفتح سوق بسيطة من منتجاتنا السورية. مشاركين بازار بكرة أحلى بالديونز مدينة الشباب. نحن بنشتغل بالريزان الإيبوكسي هاند ميد. مشاركة بقطع فنية عملتهم بإيدي مثل تعليقات خشب ولوحات زيتية وحتى برسم على الحجار. مشاركة ببازار بكرة أحلى. أنا بشتغل بالأحواض الإسمنتية، هي شيء للإندور وأودور للهاوس يعني للبيت. طلعت عنا فكرة جديدة، أنا وبنت خالي بنشتغل، هي خريجة فنون وأنا خريجة سياحة، بس إنه بفترة الحجر وهدول القصص نحن بلشنا نعمل مشروعنا، بلشنا بقصيصات صغيرة، بعدين للزرع، بعدين بلشنا نطور وصار عندي طاولات، صار عندي أحواض. شاركت ببازار بكرة أحلى، طاولتي كانت عبارة عن مستحضرات عناية بالبشرة وتجميل، لنوصل لأكبر شريحة من الصبايا اللي بيحبوا بيعتنوا ببشرتهم، كل المواد اللي عاملينها من زيوت طبيعية ومواد كيميائية بسيطة مشان ما تضر البشرة ولا بتأذيها، ولنحاول منبعد عن المستحضرات اللي مستوردة من برا عن طريق صناعاتنا اليدوية الوطنية. الأعمال تنوعت من الفن إلى التجميل وصولا إلى مواد غذائية من الأرض السورية. هؤلاء النسوة الذين حولوا التفاصيل البسيطة إلى لوحة فنية تنمي الاقتصاد الوطني بصناعة سورية غنية بأيد عاملة مليئة بالحب والعطاء.